يا حياكم الله من جديد. الفن هو المعبر الحقيقي عن حضارة وثقافة أي مجتمع، وكذلك هو معروف يوجد الكثير من أنواع الفنون، واللي من أجملها وأكثرها انتشارا هو الفن التشكيلي الذي يعد انعكاسا للواقع. يا أماني، واليوم ضيفتنا فنانة تشكيلية قدرت ببراعة فنية أنها ترجم إبداعاتها على سطح لوحاتها من خلال لغة فنية راقية. نرحب بالفنانة التشكيلية طيبة قباس زرد ونقول لك صباح الورد وحياة الله معنا. صباح النور، الله يحييك. جاهزة حق لقاء؟ إيه. أنا أقول نجهز أكثر من بعد هذا التقرير الخاص بك أكيد وبالفن التشكيلي، خليكم معنا. يا حياكم الله مشاهدينا ويا حياة إن شاء الله معانا طيبة، شرفتينا في صباح الخير يا كويت. الله يحييك. سلمك والساعة المباركة. طيبة، المدارس كثيرة بالفن التشكيلي، خلينا نقول طيبة شنو المدرسة اللي انتهجتها وصارت لها بالنسبة لها هي خطها في الرسم تحديدا؟ أنا أقول أكثر شيء يعني الفن التشكيلي، لما حد يقول فن التشكيلي هو فن يشمل كل أنواع الفنون. صحيح. يعني ما يكون الفنان يسوي نوع معين من أو يعني يتجه لدراسة معينة بس، فيعني جربت كل شيء، ما أحب أظل على شيء واحد مدة طويلة. حلو. بس أكثر شيء ظليت عليه هو اللاين دراينج، اللي هو يكون رسم الخط الحر، يعني تكون رسمة كاملة بخط واحد. واو. وظليت هذا أكثر شيء يعني إنه مدة طويلة حق يعني بهالدراسة. بعدين غيرت يعني طبعا. حلو حلو. أحس لأن كل فنان هو قاعد يرسم عنده أجواء الخاصة وطقوسه الخاصة. إيه؟ وقت يرسم، فلما نتكلم عن الفن التشكيلي أنت عندك أجواءك الخاصة هني، أيضا مسجك الخاص. كل فنان عنده رسالة، ويمكن أنت صححي لي هني، عنده مسج يحب يوصله حق المجتمع، حق الناس، حق أي أحد من خلال هذا الفن. عندك هالشيء؟ إيه، عندي يعني مسج إن أبي أشجع اليوث يعني الصغار والكبار حتى إن يسوون شيء اللي يحبونه. لو شنو الناس تقول يعني مهما كلام الناس والضغطات والإحباطات. إيه، والإحباطات وكل شيء، يعني بس ظلوا تسوون الشيء اللي تحبونه، حتى لو كان هواية، حتى لو شيء ما له دخل يعني مادي، أو إن هذا الشيء يكون يعني لكم تسووه، يعني هذا اللي أبي. يعني شيء أنتم تحبونه وتهتمونه بادروا فيه. إيه؟ واشتغلوا فيه على نفسكم. إيه أكيد. طيب طيبة، أكيد في حياتك كانت كثير من المحطات، بداية ما أنت رسمتي، بداية ما انتهجتي واحترفتي الرسم واخترتي الخط اللي أنت تبينه والمدرسة اللي تبينها، شنو هي محطات إخفاقات اللي طاحت شوي فيها طيبة لكن ردت مرة ثانية وقفت على ريلها وأثبتت جدارتها، وكانت هذه خلينا نقول الوقفات هي الانطلاقة لطيبة؟ غربتي أتوقع أول شيء، يعني كان أول يعني من الإخفاقات اللي صارت. أنا لازم أعتمد على نفسي كان أهم من شيء ثاني. كنت تدرسين برا؟ إيه، كنت أدرس برا، وكان الفن هناك منافس وايد، يعني مو نفس الكويت. الكويت إن في فئة معينة بس محددة. تكون إيه محددة، إن يعني من الرسامين تهتم بالرسم. إيه، تهتم بالرسم. بس هناك كان وايد منافس، وكنت لازم أفكر بطريقة جديدة إن أطلع فني يعني 24 ساعة. فهذا كان أول إخفاقات. بعدين رديت الكويت. يمكن إيه تحدي يكون. بس إن كل فنان يعني يحب التحدي، إن إذا تفكرين إن توصلين معلومة بطريقة غير معتادة يعني في الكويت أو برا الكويت، وتسوينا يعني بنجاح، هذا أهم شيء حق كل فنان. وطبعا ردتي الكويت وتخلف الثقافات وكذي، يعني اضطريت إن أتعود على ثقافة معينة، بعدين رديت مرة ثانية على الثقافة اللي هني، وإن لازم أشد حيلي زيادة إن أبين حق الناس إن الفن مهم. صحيح. في الكويت. صحيح. وإن مو إن أي إنسان فاضي يسوي الفن، فهذا كان حبيت أسرارك. إي، فيعني اضطريت أسوي هالشيء حق فترة طويلة وأشد على نفسي زيادة. وأثبتي ذاتك وريشتك وخطش في الرسم أكيد. إن شاء الله يعني. شكرا. لا، هذا غير إن أنتوا بلشتوها بكلمة إخفاق، ومن ثم صارت تحدي، ومن ثم صارت إصرار. نجاح. فأنت خذيتي من ثقافة مكان ثاني شيء حلو، يتكتب بس أفضل ما عندهم. إيه؟ وجيتي حطيتيه من خلال الفن، وأنا أتوقع هذا إنجاز. إي أكيد. عرفتي، هذا شيء جديد، وشيء جديد من خلال الفن أنت راح تقدمينه. طيب، هم يقال عن الفنان التشكيلي إنه مرات يكون
يكون منعزل وبعيد عن الواقع، مع أن كلامك الحين كان عكس ذلك. فشنو صحة هالكلام؟ 100% صحيح، يعني منعزلة بس بنفس الوقت اجتماعية، يعني اجتماعية بالوقت اللي أضطر فيه أكون اجتماعية، بس غير كذي أفضل أن أكون منعزلة ودائما أقرأ وأثقف نفسي ويعني وأرسم فأغلب الوقت يكون مثلا قاعد أفكر بأشياء، يعني مشاكل عالمية مو بس مشاكل يعني بيئتي بس. صحيح، فهذا كل فنان يعني يمر فيه. يعني جميل، يمكن هذه اللوحات معانا قاعد تطلع على الشاشة، رسوماتك طيبة، اسم الله يحفظك. من هذه؟ صورة يعني ببالي شخصية. تكون إيه؟ بس يكون أغلب الوقت يعني لما أرسم أكون قاعد أفكر بشنو مريت فيه، مود فهذه أنت مود معين. هذه أنت يعني جميل قاعد تعبر عن نفسك. يعني في ابتكار، في إبداع، لأنه يقال لما الفنان يحاكي الواقع وينقل الواقع برسوماته ما عنده إبداع في رسوماته. فخلنا نقول إنه طيبة بعيدة عن محاكاة الواقع الفعلي، تحاول تشطح فيه إلى عالم الخيال والدخول بشخصيات نفسها ومودها وأمزجتها. هو في نوعين من الواقع اللي الفنان يمر فيه، فيكون يا تكون يا صورة واقعية، يعني أعطي الفنان صورة وأقول له ارسمها. حلو. فهذا يكون ما في ابتكار وايد، أو هذا برأيي يكون ما في ابتكار. بس في نوع ثاني من الواقع اللي تقريبا كل فنان يمر فيه، اللي هو واقع اللي يعني حالاته الواقع اللي يمر فيه من حالة فرح، حالة حزن، حالة انذهال، حالة تفكير، كل هذا. فهذا الواقع غير، يعني عشان أطلعه بصورة أو رسمة لازم أكون أفكر بطريقة عشان أطلعها، لأن ما يكون ما عندي صورة أن يعني أرجع لها وأرسمها. فهو في واقع بس واقعنا غير، يعني عشان أبتكر فيه. حبيت. الفنان مرات يحاول أو مو مرات لازم يوري الفن اللي قاعد يسويه والأشياء الحلوة اللي قاعد يطلع فيها حق المجتمع. فعندنا الحمد لله المعارض سواء هنا على مستوى الدولة أو على المستوى العالمي. يا ترى شنو أهم المعارض اللي شاركتي فيها سواء كانت محلية أو خارجية؟ أهم المعارض اللي شاركت فيها يعني هو أول معرض سويتها في أمريكا، وطبعا ثاني معرض من سعادة القنصل فيصل الهولي هو اللي يعني دعمكم وسوى دعمنا وسوى كل شيء يعني. وثالث معرض طبعا اللي كان في الحمراء ذا جاليري مع وجهة. صحيح. وباقي المعارض كانت معارض يعني صغيره، بس هذول اهم معارض شاركت فيها. يعني اثبتي ذاتك وريشتك من خلال وجودك في هذه المعارض. طيب شكرا لوجودك معنا في صباح الخير، اتمنى لك التوفيق يا رب العالمين، وتكونين فنانه تشكيليه عالميه باذن السميع العليم. شكرا، حياك الله والساعه المباركه. اماني خلصنا صباح الخير يا كويت اليوم، اكيد من البيت العامر كويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر، كنا وبنكون دايم. سلام، مع السلامه.